السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم عبد الله سيف، مشارك معكم في هالبرنامج كممثل مسرحي من محبين قناة المجد. اليوم جيتكم أقدم إضافة، جيت أساعد أخواني ويساعدوني عشان نقدم إضافة للمتابعين، لكن إضافتي إن شاء الله حتكون غير كل الإضافات. جيت هنا أنافس، جيت هنا بوقفتكم وقفتكم معي ودعمكم لي وتوجيهاتكم لي بإذن الله أني أحقق حاجة كويسة داخل البرنامج. أتمنى لي ولأخواني التوفيق، وأسعد إن شاء الله بتعليقاتكم في القناة وفي الهاشتاج. على درب التنافس هنا ينبي العزيمة، نشارك في التنافس ولا نرضى الهزيمة. في الإبداع المثالي بكل مسرى ومجالي، سنادك من حليفك على طيب الوصالي. معنا والمواهب سارت في كل جان، ونرجع في المعالي على أسمى المراتب بالإبداع المثالي. مرحبا. وعليكم السلام. يا هلا بك، أبشرك بخير ونعمة. ايوه انا في بث، بس بث مباشر، بس خلني اخلص البث وادق عليك. كيف؟ ايش؟ صادق انت؟ مستحيل انت. لا 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 لا، مو طبيعي، مو طبيعي يا رجل. انت داري ان اليوم يوم وطني؟ يعني بكل برود جاي تقول لي؟ يا رجل انا طالع الان في قناه قاعد اكلمك، عندي بث مباشر اخلص، بس عندي حاجه ناوي اقدمها للمجتمع، هذا يوم وطني. قاعد عند اهلك؟ طيب ودي اقول لك شغله، انت قاعد عند اهلك؟ طيب انا بطلع اقدم شيء للمجتمع، لان المجتمع اهلي والوطن بيتي. يعطيك العافيه. ما شاء الله تبارك الله، حي الله. عبد الله، عبد الله سيف، يا مرحبا. يا مسهلا، نورنا ومشرفنا بوجود الجميع. كيف الحال؟ الله يرضى عليك. امورك طيبه؟ الحمد لله تمام. عسل مانع خير امس، الامور طيبه ان شاء الله. الحمد لله، كنت في المدينه المنوره. ما شاء الله، ان شاء الله ندعينا لكم. الله يبلغنا بزياره يا رب ان شاء الله. امين. الحمد لله تيسرت اني اجي من المدينه المنوره على الرياض. ما شاء الله، والحمد لله وجودي في هالمكان جميل، يعني يبعد عني اتعاب السفر. الله الله. ها هيثم، تحتاجون فريقكم ولا شمراني فريقكم؟ والله ده وصل. ها حبيبي ياسر، ياسر وين ياسر؟ اهلا حبيبي، انت وصلت، انت وصلت حبيبي. صدقني مكانك الاكيد والمكان اللي مفترض تكون موجود فيه. غنيمه بارده يا خالد الشمراني، انت وصلت. وصلنا خير؟ دقيقه، وصلت. نعم بفهمك حاجه. احنا قبل شوي ما كان الشمراني متاخر، كنا ندق عليه وما جاء ومش عارف ايش. طيب لحظه، ايه الشمراني خدني بلحظه حبيبي. يا حبيبي عشان شمراني يا سعد. دقيقه بس، دقيقه خذ راحتك. لا ما تطلع مني بالضبط، لا قطع ما تطلع مني. دقيقه بقول له كلمه سر، بس كلمه سر بيني وبينك. دوانل اصبروا علي، تكفون. اصبر حبيبي، انا ما ابي اغلط عليك. يدك ترفعها. ما رفعت يدي، انا ما رفعت. انا قاعد احك، انا احك راسي. تونا نشتغل مع بعض، مو بدنا نصير بعض. صحيح، بس ايش ياسر؟ ياسر مسكت خدي. ما كان قصدي. أيوة. ما كان قصدي، انا بعد ما كان قصدي. أيوة. لا ياسر، لا انا قاعد اقول بعض ياسر. امسح حركك، بس اقول ايش. ايه؟ انتبه حبيبي، ما ودي اغلط عليك. لا تحترم، ترى نحترم، ترى انا اقدرك واعتبرك اخ بالنسبه لي. ها ترى كان شو معك بالليل انا؟ ها ما له داعي. ترى لا راح عندك ولا راح عند هذا. احترم نفسك. ها حنسوي يا حبيبي اختيار انت وياه. تفضل استريحوا، الله يعطيكم الصحه والعافيه. ادوم اقوى تحيه يا شباب، اقوى تحيه. وين ترى بيحمر خشمك زي امس؟ ها